حسن البصري تنسحب الان تجي دائما وهي مقابلة جميلة اللي فيها ماشي النتيجة هي المهمة وإنما العلاقات الإنسانية واللي ربطات المتدخلين في هذه المباريات اللي هما قدماء ديال الدفاع الحسن الجديدي وقدماء الجيش الملكي وقدماء المنتخب الوطني وبعض الفنانين. فعلاقات كانت إنسانية وخصوصا أن المناسبة تكريم أيقونة الكرة الوطنية والمنتخب الوطني على مر التاريخ واللي ما ممكنش أنه يجي به الزمن مرة أخرى لأنه كان فنان ما شاء الله عليه والله يطول في عمره ويعطيه الصحة السي تيمومي. كذلك تكريم عثمان ووزير من قدماء الدفاع الحسن الجديدي وصراحة كانت علاقات إنسانية فياضة وجياشة للحظة التكريم اللي كان فيها تبادل تذكارات وبين المكتبين ديال الدفاع الحسن الجديدي والجيش الملكي اللي كنشكروا قدماء لاعبي الدفاع الحسن الجديدي كجمعية والمكتب ديال الدفاع على تنظيم هذه المبادرة. اليوم كيف شفتوا كنعيشوا اولا الذكرى 25 ربع قرن لتربع صاحب الجلاله على عرش اسلافه المنعمين هي ذكرى عزيزه على المغاربه جميعا. وبالمناسبه ديال الذكرى يعني كنحتفلوا بنجوم اللي بصموا على الكره الوطنيه والدوليه وعلى راسهم الاسطوره الحائز على الكره الذهبيه الافريقيه سنة 1985 سي محمد التيمومي الله يزيد في عمره ويطول ويعطيه الصحة والسلامة. سي محمد التيمومي يعني الجوهرة الثانية بعد العربي بن مبارك للرجل السحرية الفنان العبقري اللي كان كيمثل المغاربة. فجينا اليوم جديدة كتكرموا وهذا شرف لنا أننا نكرموا يعني النجوم ديال سميتو واجيال ديال 86 نكرموه في جديده. كذلك كنكرموا الهداف التاريخي للدفاع الحسن الجديدي باكثر من 100 اصابه سي ميلود وزير وهداف البطوله الوطنيه في 76 77 78 وكذلك اللاعب الدولي السنغالي ولاعب الدفاع الحسن الجديدي عثمان ديوف اللي فقط هذه سنه حميده كيف قلتي هذه سنه حميده ودأبنا على يعني على الاحتفال بها كل سنه واليوم حنا يعني هذه في النسخه الرابعه فكنتمنى ان هذا الشيء يبقى يتكرر. وما نساوش انه كاين تكريم ديال الفعاليات اخرى فكاين السيد العامل وكاين رئيس الدفاع الحسني الجديدي لانهم على يعني باش ننقوهم العوده السريعه ديال فريقنا الدفاع الحسني الى مكانه الطبيعي هو قسم الصفوة. وكذلك الكولونيل ماجور ابو بكر الايوبي اللي حقيقه انت هو يعني العطاء ديالو على المستوى الوطني والافريقي. وكنشكر الاخوان كاملين للاعبين الاعلاميين الصحفيين رجالات الدوله اللي جاوا لبوا الدعوه وجاوا المدينه الجديده وتحملوا اعباء السفر وجاوا انهم باش يحتفلوا معنا في هذا العرس الكروي الكبير. يستحق التقدير والشكر بادرة طيبة من طرف اللاعبين القدامى ديال الدفاع الحسن الجديدي. وما أدرك ما الدفاع الحسن الجديدي، لاعبين اللي يمكن عايشناهم لاعبين كبار عطاو ساهموا مساهمة كبيرة في تاريخ كرة القدم المغربية. وخير الدليل هو لاعب بابا اللي كان عنده دور كبير في التاريخ الوحيد في كأس إفريقيا اللي فزنا به. فأظن بأنه وكاينين لاعبين اخرين نجوم كبار عاشت هذه المدينة هذه
مشكورين عليها، وأظن بأن هذا التكريم في حد ذاته راه اعتراف وتقدير، وهذه الثقافة هذه ما كثيرهاش بزاف، ما كنعيشوهاش بزاف خاصة اللاعبين القدامى. أظن بأنه تنقول لهم شكرا جزيلا لأن أعطوني فرصة باش تشوفت مع الناس اللي عايشناهم، سواء اللي لعبنا معهم ولا اللي لعبنا ضدهم. هذه فرصة جميلة وكبيرة بزاف بالنسبة لي أنا، وغادي نعم الناس اللي ما لعبتش والناس اللي كانوا يمكن البعض منهم كان سير، يعني كمسيرين، يعني ففرصة جميلة هذه اللي أعطوني الناس، سواء اللاعبين القدامى ديال الدفاع الحسن الجديد، سواء السلطات في مدينة الجديدة، باش يمكن نعيش هذا اليوم الجميل. نتمنى الاستمرارية. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.